اليوم نحن سعداء جدا بتوقيع هذا توقيع إعلان النوايا واتفاقية شراكة التي تهم التمكين الاقتصادي للنساء وخاصة الشمول المالي للنساء ودعم الطفولة الصغرى. وتأتي هذه الاتفاقية تفعيلا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والعناية الكبرى التي يوليها لدعم المرأة المغربية ومشاركة المرأة المغربية في التنمية وأيضا حماية الطفولة. فالتوقيع النوايا وإعلان النوايا كما أشرت يهم الشمول المالي وولوج النساء للشمول المالي، وهذا هذا الإعلان النوايا تم توقيعه من طرف وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ومؤسسة أكفند التي يترأسها سمو الملكي الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، وأيضا منسقية المقيمة بالأمم المتحدة بالمغرب، وأيضا البريد بنك. وتم أيضا توقيع اتفاقية ثانية بين أكفند واليونيسف والتي تهم تطوير الطفولة المبكرة أو البنية التحتية للتكفل بالطفولة المبكرة لأنها أساسية بالنسبة لتمكين المرأة ومساعدة الأسر على تخفيف عبء خاصة رعاية الأطفال. فنتمنى لهذه الشراكات النجاح. وكما أود أن أشكر مرة أخرى سمو الملكي الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز آل سعود على المبادرة لدعم وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بدعم مالي مباشر بالإضافة لتوقيع هذه الشراكة. فجزيل الشكر لكم سمو الملك الأمير الجليل، وشكرا لأكفند ولجميع الشركاء وللبريد بنك ولليونيسف لأننا اليوم في إطار توقيع شراكة مهمة جدا بالنسبة لتفعيل البرامج التي تهم النساء وحماية الطفولة، وشكرا لكم. حقيقة يوم مميز تواجدنا هنا في وزارة التضامن بحضور معالي الوزيرة عواطف، وحقيقة اليوم بتواجد المنسق المقيم للأمم المتحدة وأيضا اليونيسف وحضور بريد بنك. توقيع هذه الاتفاقيات اتفاقيتين مميزة، منها للتمكين ومنها للطفولة. حقيقة نحن نسعد في برنامج خليج العربي للتنمية في أن نتواجد في جميع دول العالم، إن كان تمكين المرأة أو حتى في حقوق الطفل والطفولة المبكرة في التعليم المدمج وغيرها من البرامج التي نسعى لها في أكفند لتطوير مجتمعات إن كانت المحلية الإقليمية أو الدولية. فتواجد أكفند اليوم في المملكة المغربية هي حقيقة حضور ليس بجديد، ولكنها تكملة للحضور في العقود السابقة، والتي بإذن الله سنرى كل مقومات أكفند ستكون متواجدة هنا بالمملكة. طبعا كل هذا تحت قيادة ورعاية جلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره، وأيضا بممثلة بوزارة التضامن مع معالي الوزيرة. وإن شاء الله ستكون أيام مثمرة قادمة في المملكة المغربية بتواجد تضافر الجميع بإذن الله لتنمية شعوبنا ومجتمعاتنا. So indeed it's a very special day today because it's a day where we can welcome not only the great cooperation between the United Nations in Morocco and the Ministry of Solidarity Family and but also the addition of ACFOND, which is an organization that's very dear to the United Nations, UNICEF and other agencies here in Morocco to work together to enhance early childhood situation as well as to support women empowerment. It's an opportunity that we have been discussing during the IMF World Bank meeting with Madam Deputy Secretary General of the UN, how we can improve this cooperation and support each other and have ACFOND be part of this great effort in the Kingdom of Morocco. So I want to thank everybody and particularly Madam la Ministre, but also His Royal Highness, Prince Abdelaziz bin Talal bin Abdelaziz Al Saud for their trust and for all the effort that they deploy for a better world in our dear planet. Thank you.
سعدت هذا اليوم بتوقيع إعلان النوايا مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وكذلك برنامج الخليج العربي للتنمية أكفوند، وبحضور الموسيقى المقيمة للأمم المتحدة. هذا الإعلان النوايا كان حول موضوع التمكين النساء داخل في نطاق تحقيق أهداف التنمية المستدامة اللي فيها كذلك الشمول المالي وكذلك النهوض بتطوير الطفولة المبكرة وتكفل بالأشخاص ذوي الهشاشة. وسعدت كبريد بانك لتوقيع هذا الإعلان النوايا، وإن شاء الله سنمر إلى الأمام لتفعيل هذه الاتفاقية في القريب العاجل، وشكرا. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتأكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيل بريس، وتبارطاجيو مع أصحابكم.